هذا الذي نراه الآن هو مسكننا كلنا بعد وفاتنا ورحيلنا من هذه الدنيا، مسكن كل رجل أو امرأة في هذه الدنيا هي تلك المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سيأتي علينا يوم نسكن الجدث وتلك القبور، نرجع إلى التراب الذي خلقنا منه أول مرة، سنعود إلى هذا المسكن وسنرجع إليه. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المقبرة وهناك قبر لما يلحد يحفره الصحابة يجهزونه لدفن ميت، فجلس النبي وبعض أصحابه حوله وكان بيده عود نكت به على الأرض، فقال لأصحابه وقد دمعت عيناه: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. نهى النبي في بادئ الأمر عن زيارة المقابر ثم جعلها سنة من السنن، قال: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، كل نفس ذائقة الموت. كلنا سنموت، لكن كيف نتذكر الموت عندما نزور المقبرة؟ ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الواحد منا في الدنيا العمل، البيت، الأولاد، التجارة، السيارة، المطاعم، الأسواق، السفر، أحيانا ينسى مصيره، ولهذا يحتاج أن يزور المقبرة ليتذكر ذلك المصير. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة المقابر أن يدعو الإنسان لنفسه وللأموات، أن يسلم عليهم فيقول: السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أي بعد أن تسلم على الأموات تدعو لهم، تتذكر أنك ستلحق بهم يوما من الأيام، سيكون هذا مصيرك. قد يموت إنسان ويكون قبره في بطن البحر، وقد يموت الإنسان في السماء بين الأرض والسماء، وقد يموت بأرض فلا لا يعلم به أحد من الناس. وما تدري نفس بأي أرض تموت. من الفضائل أن يزور الإنسان المقبرة حتى بغير جنازة. بعض الناس ربما لا يدخل المقبرة إلا لجنازة، لصلاة، والصلاة سنذكر فضلها لاحقا، لكننا نتكلم عن فضل الزيارة فقط، هي سنة من السنن. زار النبي يوما من الأيام قبر أمه بين المدينة بالقرب منها في منطقة تسمى الأبواء، زار قبر أمه التي ماتت قبل البعثة، قبل الإسلام، فزار قبرها وجلس يبكي، استأذن ربه فأذن له، فجلس عند قبر أمه يبكي، استأذن ربه أن يستغفر لها فما أذن الله عز وجل له. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يجوز زيارة القبور حتى غير قبور المسلمين، يجوز، لأنها تذكر الإنسان الآخرة، لكن لا يجوز الدعاء إلا للمؤمنين، إلا لمن مات على الإسلام. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يزور المقبرة كغيره من الصحابة، لكن عثمان كان كلما دخل المقبرة بكى، يبكي ذو النورين المبشر بالجنة، يبكي عثمان رضي الله عنه الذي اشترى الجنة بماله مرارا. عثمان بن عفان يسأل وقد بكى وابتلت لحيته في المقبرة: ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: هذه أول منازل الآخرة. شفت المقبرة هذه؟ شفت الأموات هؤلاء؟ هذه أول منازل الآخرة. فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على المرء كان ما بعده أشد. ثم يجلس يبكي رضي الله عنه. من منا يزور المقبرة لوحده يوما فيجلس بين المقابر، لا يطأ القبر برجله ولا يجلس على قبر أبدا، بل يجلس بين المقابر أو يمر عليها فينظر إلى الأموات: ليت شعري، من المعذب فيهم ومن المنعم فيهم؟ ربما يكون قبران متجاوران
هذا في حفرة من حفر النيران، وذاك يتنعم في الجنان، والعلم كله عند الله عز وجل وحده. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر مع أصحابه على المقبرة يوما، فيقول لأصحابه عن قبرين مر عليهما، قال: إنهما يعذبان، إنهما يعذبان من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان بكبير. ألا إنه كبير، أي عند الناس أمر عادي، لكن عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة فيفرق بين هذا وهذا لسانا والعياذ بالله. أما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، كان إذا تبول لا يغتسل ولا يتطهر ولا يتنظف. ديننا دين طهارة، هذا لسانه قذر، وذاك في بدنه قذر. عذب الاثنان في قبريهما. والله والله لو سمعنا صياح أهل القبور ممن يعذبون، لو سمعنا صرخة ذلك الرجل الذي يدفن، يدفن فيضرب على رأسه بمطرقة لو ضرب بها جبلا لصار ترابا، لو سمعنا صياحه ما دفن أحد منا صاحبه، ولا دفن أحدا من أحبابه وأقربائه خوفا من تلك القبور. قال: ألا فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذه أول المنازل، هذه أول المراتب. هذا عمر بن عبد العزيز كان يكثر من زيارة القبور، رحم الله عمر، كان أميرا للمؤمنين وكان يكثر من زيارة المقابر، يجلس بين الأموات وأحيانا يناديهم يقول: أيها الموت، ما فعلت بالأحباب، ما فعلت بالأصحاب؟ ثم يجلس يبكي. في يوم من الأيام زار المقبرة عمر بن عبد العزيز. شوفوا هذه الفضيلة وهذه السنة النبوية وهذه السيرة للصالحين، زيارة القبور. فجلس عند المقبرة وأخذ يقول شعرا عمر ويبكي: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. هكذا كان الصالحون يبكون إذا زاروا القبور، ويتأثرون إذا كانوا بين الأموات، ويعتبرون من زيارتها. يوم من الأيام حديث البراء بن عازب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويل، الذي فيه إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملك وجلس عند رأسه. هذا الحديث الطويل أين قصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قصه في المقبرة والصحابة جالسون، والقبر لما يلحد والناس يتجهزون لدفن ميت، يذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الموقف، موقف خروج روح المؤمن وخروج روح الفاجر. كان الأولون إذا دخلوا المقبرة بكوا، أما بعض الناس اليوم وهم في المقبرة يتضاحكون، قست القلوب، يتصلون ويتحدثون في أمور الدنيا ويسألون عن الأموال والبيوع والتجارات والميت أمامهم. سفيان الثوري إذا دخل المقبرة تقنع، ما يدخل المقبرة إلا ويغطي وجهه، تعرفون لما؟ لأن البكاء يغلبه، فلا يمشي بين المقبرة إلا باكيا، يتأثر بالأموات ويعتبر بالقبور ويتذكر الدار الآخرة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفضل زيارة المقبرة وتذكر الآخرة.